مشاهدين الكرام، الجن عالم قد أخفاه الله عز وجل عنا، فقد خلقهم الله سبحانه وتعالى ليعبدوه، فهم يعيشون بيننا يروننا ولكننا لا نراهم، فيأكلون ويشربون ويتناكحون وينجبون ويموتون. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فكل مخلوق سيموت وكل جسد سيبلى، ليس غير الله يبقى، فالموت نفسه يموت. فما يحدث للإنسان يحدث للجان، فلا فرق بينهما. قال الله تعالى: كل من عليها فان. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهم يعيشون آلاف السنين ونهايتهم الموت والفناء، فيشبهون الإنسان فيمرضون ويموتون بحرقهم من الشهب الثاقبة، أو يموتون بالقتل أو تنفد أعمارهم، ولكن بسبب أن الله أعطاهم قدرات خارقة مختلفة عنا، فهم لا يموتون بالغرق ولا يموتون من سقوطهم من أماكن مرتفعة، فبعضهم يغوص في الأعماق كما في قصة سليمان عليه السلام، وبعضهم يطير في الآفاق التي ينعدم فيها الهواء، ولا يموتون من آثار الاصطدام بالأشياء، فهم تقبض أرواحهم مثل ما يحدث مع البشر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وكل ملك الموت بقبض أرواح المؤمنين والملائكة، وملك بالجن، وملك بالشياطين، وملك بالطير والوحوش والسباع والحيات، فهم أربعة أملاك. فقد قتل أحد الصحابة رضي الله عنه جنا كان يتشكل على صورة حية، وكان قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب من الجهاد ليرى زوجته، فوجد حية على فراشه فقتلها برمحه فوقع صريعا. أما إبليس عليه لعنة الله، رغم أنه من الجن فهو طويل العمر بوعد الله له. قال الله عز وجل: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فلم يحدد في القرآن والسنة أماكن دفن الجن لموتاهم، فقال العلماء: إن الجن لا يدفن بعد موته لأنه مخلوق من النار، أما الإنسان يدفن في الأرض لأنه خلق منها، فالجن سيكون موتهم عن طريق الحرق، لذلك فهم لا يدفنون، ولكنهم يبعثون مثل البشر يوم القيامة. وتوعد الله عز وجل العصاة والكفرة منهم بالعذاب ومحاسبتهم على أعمالهم، وذلك عند البعث. قال الله تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فقد تمت كلمة الله عز وجل: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فاللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.